المسيح رجاء العالم. هل أحسست بقوة هذا العبارة؟ المسيح رجاء العالم. إخوتي وأخواتي، أهلا وأرحب بكم أجمل ترحيب. المسيح هو الرجاء في عالم ما فيهوش رجاء. اليوم عم تكثر القلاقل، الحروبات، النزاعات، الأمراض، الظلمة، البؤس، الفقر، الشقاء في كل مكان. الناس عم تبتعد عن الله، حتى كتير من المؤمنين بيعتبروا أن الله بعيد عنهم أو صامت، لا يتفاعل ولا يتواصل معهم. عاوز أقول لكل مشاهد، يوجد رجاء. المسيح هو رجاء العالم. المسيح هو رجاء كل الأمم. أصلي من قلبي أن تكون بركة لحياتك اليوم، وفعلا تختبر الرجاء من خلال يسوع المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.